احنا اليوم جينا شو في هنا اليوم؟ رانا منتوج دي في قسنطينه في اطار الاشراف على دوره اول دوره تكوينيه متعلقه بالاتصال المؤسساتي، والدوره هذه بديناها بقسنطينه وراح تضم 6 ولايات من الشرق وتكون متبوعه بدورات اخرى من ولايات لفائده ولايات الجنوب والغرب والوسط. والدوره هذه لكي نعطي ونبين اهميه الاعلام الجواري لتقريب الصحفي مع المسؤولين المحليين وكذلك المواطن